حاجة شكرا لقناة شوف تيفي، شكرا لجميع المغاربة. أنا أخوتي اسم ديالي سفير نبيل، أب الخمسة الأطفال، أربعة أبناء وبنت، يعني كان عايش يتيم، ما عندي لا أب لا أم لا أخ لا أخت، توفاو لي الله يرحمهم. والظروف اللي كان عايش ملي توفات لي الأم والأخت ديالي، بقى عندي واحد الأخ ديالي خدا الحق ديالو في هاد الدار. أنا غنختصر لكم يعني الحياة اللي كان عايش من 2015، حياة العذاب من 2015، خدا خويا النصيب ديالو، هو عندي في اليمن ديالي هنا، باعو شي ناس كيسكنوا فوق منا، داكشي بالعقد ديالهم، ها هو باش باع ليهم بإرادة بالشهود بالناس، باع ليهم شاف حالاتهم ديك الوقت. هاد الناس يعني كنعيش معاهم هما العذاب، فاش كنعيش معاهم العذاب كينوضو كيهدوني، باش كيهدوني بأنني باش نبيع ليهم حتى انا النص اللي باقي باش تولي الدار كامله ديالهم. انا ما باغيش نبيع الدار ديال امي الله يرحمها، خلاتها ليا ووليداتي، خدام 13 عام ديال الخدمه. الناس كيقول لي غادي نضربوها لك في الزيرو باش تبيع لينا ما تلقى ما تاكل. خدام اخويا في شركه، خدام شركه الحمد لله 13 عام، وانا صابر باش يديروا لي ديك الشركه وريقاتي، يلاه داروا لي وريقاتي هذا العام هذا، كنحمد الله ونشكره. هي ديك السيدي ملي باع لهم خويا ها هو العقد، وهاد الناس كيهدوني، الا ما بعتيش لنا غنديرو لك. تقدمت بالشكايه في هاد رمضان اللي داز، تقدمت بالشكايه للسيد الوكيل، هاهي ما جانيش الرد ديالها، يعني درت شكايه بان هاد الناس كيهدوني، كيديروا لي تهديدات بانهم باغي يدخلوني السجن. من هاد رمضان اللي داز هما كيهدوني بانهم باغي يدخلوني السجن، بانني درت شكايه هاهي فيها التهديدات ديالهم، ما كيجيني حتى شي رد. كنمشي للدائره التابعه لنا ما كيجيني حتى شي رد. مشيت من وراء الشكايه هذه في رمضان، اضطريت بانني خوفا منهم وحفاظا على العمل ديالي وعلى وليداتي باش نحافظ عليهم، هما اللي عندي وانا اللي عندهم والله سبحانه، اضطريت بانني غنكري هذا المحل وما نبيعوش. المحل ديال الوالده عندي ما باغيش نبيعو باي ثمن، هما باغي يشريو قالك باي ثمن. اضطريت ومشيت كريت في عين حروده، كريت 3 شهور، وليداتي تكرفسوا تما، مديتهم للباديه ما مولفينش الحي المحمدي، وانت عارف الناس عارفين، وغديهم يعني خمسه الوليدات امهم ها هي كتسمع، ماشي غنكذب عليها، مديتهم للعروبيه ما صبروش، بدا الموسم الدراسي، اضطرينا باش غنرجعوا لمحلنا. رجعنا لمحلنا فاذا بنا كنضطروا كنلقاو الضوء ديال الدار هكا ما كاينش خاسر. مشينا لليديك لقينا عندنا مشكل في الاداء الواجب الشهري، خلصنا الاداء الواجب الشهري اللي علينا، جاوا الناس ديال ليديك باش يصوبوا لنا الضو ديالنا، ها هما الوراق ديال ليديك باش خلصنا، باش ما كيتساولنا سريال الوراق، المواقن في سميت امي ما كيتساولنا هاد الناس والو، عندهم مكانتهم، عندهم مكانتهم وباغي ياخذوا لي مواقني انا، علاش ظلما وعدوانا حكره، ما عنديش الضو سادي لي عليه، عندهم في الدار لها في النص اللي باع لهم خويا، حيت هما باينين عليه عشوائي فوق التروطوار برا، فوق هذاك ممر الراجلين باينين عليه بالحيط ودايرين الباب ديالهم عشوائي، سادين ليه على المكانه، ما خصهمش كاع هذاك يبنيو عليه ويسدوا عليها. وهما الوراق ديال المكانه ديال الماء والضوب انا كنخلص، وديال الوالده ديالي في سميتها كلشي. هاد الشهر اللي داز داروا لي مشكل، صيفطوني بشهر ديال الحبس، 13 عام ديال الخدمه كانت غتمشي ليا خويا، راه الله اللي عالم، انت كتشوف الورقه الخروج ديالي، ما كندير شي حاجه يعني باش غنمشي للحبس ولا طول حياتي. داروا لي تهمه ديال التصوير بدون موافقه، وانا اضطريت اخويا باش نصورهم بتليفوني، علاش؟ لان الناس ما كيشهدوش، انا قلت لك من 2015 هما كيضربوني كيهدوني، الجيران ما كيبغوش يشهدوا ليا، كيقول لي انتم جيران دابا تسامحوا، حيت انا بوحدي يتيم، حتى واحد ما غادي يشد ليا، هما بزاف، واش انا عباد الله غادي نضرب؟ كاينين جوج خوت. المشكل اللي دخلت عليه الحبس، انت كتشوف ولادي في الظلمه كيحافظوا في الظلمه، كيخرجوا كيحافظوا في الزنقه، عباد الله ديزا كتشوف ولادي كيحافظوا في الزنقه، وعندي ما كانتي انا وريتك الوراق ديالها، ها هما مخليها لي امي كلشي في سميت امي، هي سادين ليا عليها، هما سادين عليا عليها هنايا، ما بغاوش يحلوا، جاوا الناس ديال ليديك باش يصوبوا ليا، ما بغاوش يحلوا عليهم الباب. دابا انا كنكون كاع في الخدمه والله العظيم كنبقى مخلوع عليهم، كنقول لها تمهم تخرج للسوق ولا شي حاجه ضروري، غيبقاو يغدي مع خمسه الوليدات للسوق، ما يمكنش. كتقول لها الشمعه كانت هكا تقدر تشعل العافيه، ولدك يتحرق لك، هاد الافات كيوقع ماشي ما كيوقعش. وانا دابا ما كانتي محروب منها،
علاش هاد الناس حرموني؟ جاو الناس ديالي ديك ما بغاوش يحلوا لهم، ولادي كيخرجوا كيحافظوا في الزنقه. ملي صورت هاد الشيء بانه راه كيضربوا فينا، كيضربوا فينا والناس ما كيبغيو يشاهدوا، ما كيبغيو يديروا والو. ملي صورت مشيت للحبس بشهر، شهر هاي الورقه والريسك يلاه خرج ديال لاكلاس ديالي، هاي شهر وانا 13 عام ديال الخدمه ديالي تمشي ليا هباء منصورة. شكون اللي غادي يصرف ليا وعلى وليداتي؟ انا كنطالب دابا بهاد الناس بغيتهم يحلوا عليا، ناخذ الضو ديالي، الضو ديالي سد لي على المكانه ديالي. هما مستغلين داك الفر داك المسافه ديال يعني غير ديال التروطوار كما كنقولوا باينين فيها، ما بين عشوائي ما خصهمش يبنيو. هضرنا معاهم قال لك هما بيع لينا، هما الاساس ديالهم باغيين يشريو من عندي هاد الدار. انا ما باغيش نبيع دار والديا. الاخ ديالي ملي باع لهم هو خاوي كازا، ما كيجيش كازا، ما عمرني شفتو. مشى هو سكن في 16 ولا ما عرفتش شي عروبيه، انا ما بقيتش كنشوفو من ديك الوقت، من 2015 ما كنشوفوش. كاينين الناس اللي كيشوفوا الجيران كلشي كيقولوا لي صبر الله كاين، راه الله كاين. وانت كتشوف وليداتي انت الشمعه عشان تسنانا شي نهار يقولوا لي وليداتك علاش فيهم العافيه ولا يلا كي غدير ملي تخسر وليداتك اش من الحياه غتبقى؟ انا عايشه في الظلام وانت كتشوف بحال ما هكا عايشين. تلدنا النعاسه تشعل فينا العافيه وغادي نموتوا كاملين، هادشي اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا فاش كنعيش انا ووليداتي، كنعيش في الظلمه 3 شهور كنعيش في الظلام، واحد الناس معدين علينا سادين لينا على المكانه ديال الضو ديالنا. ما فهمتش هاد الناس فين باغيين يوصلوا معانا. صيفطوا لي راجلي بشهر تاع الحبس هكاك، كانت غتمشي لي 13 عام ديال الخدمه، وليداتي عندي 3 كيقراو، قسما بالله لولاو كيخرجوا ولادي الزنقه وكيحافظوا حدا الباب. هاد الناس ما فيهمش الرحمه. ما فهمتش. كنطلب منكم اخوتي الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وكنطلب من السلطات والناس المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال هاد الوليدات. راه حنا كنعيشوا في العناء وبزاف وبزاف وبزاف. وقفوا معانا. انا كنسكن في مشروع حسن الثاني، الحي المحمدي، بلوك 9 رقم الدار 35. وليداتي محنين بزاف، عندي بنتي مريضه، عندي ولدي ما كيشوفش بزاف على حساب الشمع ولا كيحفظ على برا، وقليل في الاول كيحفظ، ما كيرضاش يبرك حدا الباب ديال الزنقه. كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين لما وقفوا معانا، ديروا لنا شي حل وشوفوا من حالنا وشوفوا من حال هاد الوليدات. الله يرحم لكم الوالدين.